مرحبا بالقناة عبير في مكتبنا بالدار البيضاء المغرب في جراحة التجميل والتقويم معكم. في المهام اللي كنقوم بهم بالطبع كان جراحة التجميل وجراحة التقويم، ومن جراحة التقويم مع الأسف هما الندبات اللي كيبانوا بالخصوص في الوجه. بالطبع المغرب والمغاربة كلهم ضد ما يسمى بتهجم بعض الحالات بالسلاح الأبيض، وبعض المرات كتكون فيهم ندبات في الوجه. كاين جوج حالات اللي كان الشارع المغربي تحدث عليهم، وهي الحالة ديال يوسف اللي كان ضحية ديال واحد الهجوم على الأذن ديالو، وفي حسن الحظ أن استرجعنا له الأذن، المنطقة ديالها كما كانت عليه من قبل، والحالة ديالو الآن للنفسية والصحية في تحسن كبير. الحالة الثانية وهو كان نقاش ما بين واحد طليق وزوجته اللي سبب لها في ندبات في الوجه وفي اليد. كذلك الحالة الثانية اللي تكلفنا بها وتكفلنا بها بالمغرب هو كاين واحد سابقة أن الدكتور تازي جرى عدة عمليات في حالات متشابهة، ولهذا كاين واحد نداء عدة مرات من طرف المغاربة القانطين في المغرب أو خارج المغرب بصفتي كدكتور مختاري رئيس عام ديال مصحة من أكبر المصحات في المغرب، ولي عدة بحوث واختراعات في نطاق الجراحة التجميلية. كنقدموا هذه الخدمات ليس للتجميل فقط وللتقويم كذلك.